يمكن مازال الحديث لا يتوقف عن مدينة العالمين اللي انطلقت فيها فعاليات النسخة الثالثة من سباقات الهيجن، واللي بيشارك فيها 900 من المتسابقين في مختلف المحافظات. المهرجان بيستهدف إحياء التراث البدوي للقبائل وكمان زيادة نسبة المشاركين في رياضة الهيجن. تعالوا نتابع هذا التقرير. بمشاركة 900 متسابق انطلقت فعاليات مهرجان العالمين للهيجن في نسخته الثالثة في جنوب سيدي عبد الرحمن، حيث يتم تنظيم المهرجان من الاتحاد المصري للهيجن وبرعاية ودعم الاتحاد الإماراتي للهيجن. يشارك في المهرجان متنافسون من عدة محافظات أبرزها مطروح وشمال وجنوب سيناء والسويس والإسماعيلية والوادي الجديد والشرقية والأقصر وأسوان والمنيا وسوهاج. يعمل مهرجان الهيجن على المساهمة في إحياء التراث البدوي للقبائل وزيادة نسبة المشاركين في رياضة الهيجن التي تحظى بجمهور كبير على مستوى مصر والوطن العربي. يبلغ عدد أشواط السباقات الصباحية بمهرجان الهيجن في العالمين 30 شوطاً، تبدأ من الساعة 5 فجراً حتى الساعة 9 صباحاً، وأخرى مسائية تنطلق الساعة 5 مساءً حتى الساعة 7 مساءً على مدار يومين. وقامت لجنة فنية من الاتحاد المصري للهيجن بتسجيل بيانات كل جمل مشارك، والذي يشترط أن يكون حاملاً لشريحة إلكترونية تتضمن كافة بياناته المسجلة رسمياً. وتشتمل فعاليات المهرجان على توزيع جوائز مالية للفائزين وسط تنظيم حفل تكريم في نهاية مهرجان الهيجن في نسخته الثالثة، وذلك بحضور جميع المشاركين من المتسابقين ولجنة الحكام وممثلي الاتحادين المصري والإماراتي للهيجن. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الشيخ سلامة إبراهيم، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للهيجن. صباح الخير يا شيخ سلامة. صباح الخير، يعني صباح الخير على مشاهدينا أينما كان إن شاء الله. صباح الخير على حضرتك. نسخة موفقة، النسخة الثالثة من سباق الهيجن، عاوزين نتكلم على تفاصيل أكتر وانطلاقها من مدينة العالمين. يا سيدي، أنت تعرف العالمين تمر بمهرجان عالمي. صحيح. والحمد لله متعدد الثقافات ومتعدد الأغراض، فالهيجن من ضمن مهرجان العالمين، فهناك حوالي 900 متسابق من جميع محافظات مصر وعشاق هذه الرياضة بالآلاف متواجدين في العالمين. نعم. طيب، سباق الهيجن أنت تعرف أنه يربط مصر بدول مجلس التعاون الخليجي ارتباط جيد، وهناك جمهور من الخليج طبعا متواجدين معنا في العالمين، وهناك تعاون بين الاتحاد الاماراتي والاتحاد المصري للهيجن، فقام بتوزيع الاشواط في مختلف الانواع والسن والمشاركين، فالحمد لله الفائزين في هذا المهرجان حوالي 30 مركز او 32 مركز اول، ولكن في تقدم وازدهار رياضه الهيجن ان شاء الله بعون الله. احنا بنتكلم على شوطين تحديدا امتضى فيهم الهجانه او يعني المشاركين في سباق الهيجن الجمال، وبداوا في دخول المنافسه. ابرز تفاصيل هذه المنافسه اللي كانت موجوده، ويعني كان مين اشد المتسابقين اللي موجودين؟ يا سيدي، هذه اشواط تراثيه. نعم. وهذه تجسد التاريخ العربي الأصيل، فالأشواط هذه لها معنى، يعني كالشباب يمتطون الهيجن فهذا شيء جيد، ويعلم الشباب امتطاء الهيجن، فإن شاء الله بعون الله. وكان العدد كبير جدا الراغبين في المشاركة في أشواط الأشواط التراثية، ولكن اكتفينا بـ 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 من كل عمر 20 مطية من تشارك في الشو. نعم. طيب، لو هنتكلم على التطوير والحداثة
اللي اشتملت مهرجان الهيجن في هذه النسخة اللي بتقام على أرض العالمين بالتزامن طبعا مع مهرجان العالم عالمين، ويمكن ده جاي ضمن الفعاليات التراثية اللي موجودة في مهرجان العالم عالمين. إيه أهم ما يميزها؟ يا سيدي، بلدنا تمر بتطور كبير الحمد لله، ونحمد الله ونشكر الله، فكل شيء عندنا تطور. احنا رياضة الهيجن كانت يعني غير كذي خالص، فرياضة الهيجن تطورت، اليوم الراكب الآلي والهيجن توقيتاتها فارقة، وإن شاء الله إن نشارك. صحيح، يعني احنا بنتكلم على تطور، أكيد التطور ده مشهود وملحوظ في كل محافظات الجمهورية مش بس في العالمين،